السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، اليوم نهار جديد وفيديو جديد كالعاده. مرحبا بكم الاصدقاء ديالي القدام الجداد اللي غيدخلوا معايا جديد ان شاء الله. شكرا 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 لكم على التعليق ديالكم الزوينين وعلى لي لايك ديالكم اللي كتعطيوني، وما تنساونيش في لي لايك اللي جات على خاطركم. اللي شاف فيديو عجبو يدير لايك، مرحبا بكم مره اخرى. وهانتوما معايا اليوم، غادي ندير معكم واحد العبايه حتى بغيت نفصلها، قلت علاش ما نشارك معكم. هذه غادي تخدم بجوج اللوان، واحد الجهه غتكون مزوقه وحده لا، وحده غادي تكون باللون بحال هذا بهذا، واللور وواحد الجنب غادي يكون بهذا، والكمام واحد لكم غادي يكون في هذا اللي باللون، وواحد لكم غيكون في هذا. هذا الثوب هذا خدينا فيه 2 مترو، وهذا خدينا فيه مترو، ولكن غادي نفصلوها. غادي يشط لينا شويه من هذا وشويه من هذا، يقدروا يشطوا لنا الكمام ديال وحده اخرى غير باش تكونوا تعرفوا. دابا شنو هذا؟ دابا متر ونص، لان حتى بديت كما قلت لكم هذا فيه 50 سنتيم ديال واحد الجهه ديال واحد الرباع، 50 سنتيم. هذا غادي نديرو فيه الكمام، واحد الكم اللي غادي نديرو فيه، وكم اخر غيكون من هذا. هذا خدينا العبار ديال السيده، المقاس ديالها فيه متر و 28، انا غادي ندير متر و 38، ومتر ونص في العرض. هو هذا شنو كنديرو ليه؟ كنقسموه على ثلاثة، تنديرو بحال هكا. هذا الطرف ديالو كيجي مسدود، وناخدو من واحد الربع اخر باش يجينا 50 في الجلايل، باش الا تخيطت تجينا ديك 45 ولا 43. كنديرو بحال هكا، كنقسموه على ثلاثة، انتوما كتشوفو معايا. وغادي تكون عنده باندا في القدام من هذا اللون، تكون عند باندا سميتو وبالسنسلة كما قلت لكم البنات. غادي هاد متر ونص دابا ديال العرض ديال الثوب غادي نقسموه على ثلاثة. غنحيد واحد الربع اللي هو هذا، غنعبر 50 سنتيم وغنحيدها كما كتشوفوا معايا. هي هادي هاد الثوب، حسن نقطعوه هكذا باش يجينا مقاد. دابا واحد الربع هو هذا، والطرف اللوراني ديال الخلف هو هذا. كنقول لكم الطرف اللوراني وكنقول الخلف، لان كاين بعد المتتبعات ديالي ماشي مغربيات، ما كيعرفوش اللهجه المغربيه. دابا هذا هو الطرف ديال الخلف كما قلت لكم، وهذا هو الطرف ديال واحد الجهه من الجهات ديال العبايه ديالنا، واحد الربع. غادي نديرو هاد الربع دابا، يقدر هذا يجينا كبير، ولكن راه البنده غادي تكون في القدام في هنايا، واللي شاف ولا كاع شاط لينا شي حاجه كنخليو لها الجهه، كنخليو هنايا واحد 2 سنتيم، ان البنده غتكون فيها ديك 4 سنتيم. هو هذا غادي نضربو حسبه لفين غادي تكون الجهه من دابا، غادي نعرفو من دابا فين غتكون الجهه ديال العبايه ديالنا. الا درناها دابا بهكا راه غادي تجينا في الجهه اليسريه، والا درناها لتحت غادي تجينا في الجهه اليمنيه. حنا غنديروها في الجهه اليسريه بحال هكا. غنقادو دابا هاد الامام هو الاول اللي غنقادو، اللي بقى لينا خليوه لها الجهه اللي بقى. الثوب كلشي درناه على وجهه، الوجه ديال هذا درناه، هذا الوجه هذا على وجهه، وهذا الوجه ديالو درناه على الوجه هذا، وعاد حطينا عليه هذا باش ما يجيوناش مقلوبين، باش ما يجيونا هاد الربوعه ديال جهه واحده. دابا هذا راه ما كيبان، انا غير قلتها لكم باش تكونوا تعرفوها، اللي ما عرفها يعرفها واللي عرفها راه هو عارفها، فهمتوني. دابا غادي نقاد هذا مع هذا بحال هكا، من هنا غادي نقادو حتى لتحت باش ما يجيني الفيديو طول ونرجع معكم. دابا ملي قديته البنات رجعت معكم باش نحط المقاسات ديالي كما وعدتكم. غادي نديرو في الكتاف عند 46، غادي نديرو 23، كنقسمو الكتاف دائما على جوج، والمقاسات الاخرين تقسمو على 4. غادي ندير هنا 23 اللي هي هادي، 23 كنزيد ليها 5 ديال السنتيم باش تولي 28، هي باش غادي نهبط باش نعرف الصدر ديالي ديال العبايه ديالي. هو هنايا غادي ندير العبار ديال الصدر فيه 31 عفوا، اللي هو هنا غنعبر من على هذا، على هذا ديال الخلف علاش غنعبر، من هذاك غتزاد ليه باندا 31 هي هادي. غادي نهبط ب 15 سنتيم اللي هنا، وغادي نعبر 23 عاوتاني اللي هي هادي، وغادي نهبط ب 60 سنتيم، وغادي نعبر لي هونش ديال العبايه ديالي، لي هونش ديال العبايه ديالي اللي غادي يكونوا 34 تقريبا، 34 غنديرها في لي هونش اللي هما هادو. الصدر عفوا الحزام غادي نهبط، لان السيده قصيره غادي نهبط غير ب 40 سنتيم، وغادي نقص سنتيم على الصدر، غادي ندير غير 30 اللي هي هذه، وغادي نمشي من الصدر حتى الحزام،
ومن من الحزام حتى ليهمش كما كتشوفوا معايا بحال هكا. وغنمشي عاوتاني من 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 التركيز من تحت الباط غادي نمشي حتى لهاد 15 اللي عبرت هنايا كيزلق شويه هاد الثوب، وغنمشي حتى للكتاف. كنظن كيبان لكم لان بعض المرات ما كيبانش ليا الطباشير، تيبان لي انا ما تيبانش لكم نتوما، كنظن ربما كيبان. دابا غادي نجر دابا باش نخرج لتحت ديال العبايه. غادي نمشي هنا هو ليهمش، غادي نجر لكم باش يبان لكم ان المساحه ما كتسمح ليا. هاد الثوب طويل فيه متر و60 وهذا فيه متر و50، داكشي باش غادي يبان لكم هذا لتحت. واحد طويل على الاخر. غادي ناخذ دابا من لي هونش لي هما هادو اللي غناخذ حتى الجنب اللي هو هنايا، اللي هو هنا اللي غادي يبان لكم فيه ان هذاك اللي بقى كما قلت لكم غير الثوب عريض، لان درنا هذا غير باش نقولها لكم. بعدا هذا انا درتو بالتنكيس، الاخر ماشي بالتنكيس لان ما نقدرش نديرو حيت هو عريض، ما نقدرش نديرو على واحد نص متر نقطع عليه متر ونص. دابا غادي نحيد هاد الطرف اللي زايد في التحت ونفصل معاكم، حيت هذا غير زايد كما قلت لكم 10 سنتيم غير زايده، ونفصل معاكم. دابا غادي نفصلوا العبايه ديالنا، غنكمل المقاسات ديالي هما الاولين لان مازال ما طيحت الكتاف. غادي ندير دوره العنق هنا 8 ديال السنتيم، غناخذ العبر على الخلف كما قلت لكم 8 السنتيم هي هذه. غادي ننزل بجوج سنتيم بطريقه دائريه، هاد القنت ما كنديروهاش هنا لان في كاين هاد الثوب بيض، غادي نهبط من هنا باش نهبط 3 سنتيم اللي هي هذه، ونمشي عند دوره العنق بحال هكا كما كندير معكم دائما. دابا غادي نفصل سميتو ديالي بحال هكا، غنخلي سنتيم ديال الخياطه لان انا ما كنخليهاش في المقاس، كنخليها بالمقص. نتوما طراتيوها بالطباشير، كيبان لكم ها هو غادي يبان لكم. دابا غادي نلحق الكتاف وغنمشي لدورة العنق، غنزل بجوج سنتيم بطريقة دائرية كما كتشوفو فيا، الثوب شي شوية قاصح. هانتوما كتشوفو بحال هكا البنات، غادي نمشي دابا معاه من هنا حتى لتحت ونرجع معاكم. دابا ملي قطعتو البنات حتى لتحت، غادي ناخذ المقاس ديال الطول، نشوف الطول وجاني لان كنت وفيت فيه في الاول بزاف، متر و28. غتجيني هنايا غادي نوريها لكم دابا، متر و28 البنات جاتني هنا، جاتني هنا لانه وفيت. غنقص هو الاول هاد الطول، غنخلي فيه غير القياس ديال الطول ديالي، عاد غادي نلوح الجناب. دابا نقصت هنايا شي تقريبا 4 سنتيم، انما ما دققتش مزيان في الطول اللي خديت. دابا شنو كندير؟ كنهز الجناب بحال هكا اللي كندير معكم دائما هكا، غير المسحه ما كتسمحش داكشي باش ما ديت حتى الفوق، هي خصها تجي مقاد من تحت الباط حتى لهنا. غير انا كيبان ليا كيبان لكم دابا واحد طالع واحد نازل كما هكا، نتوما كتراسيو على هذا بحال هكا وكتقطعوا على هذا. مالك كما كتب شي شويه قاصح على المقص، غندير هكا وغنقدو الا جا شي شويه عوج. داكشي علاش كنخلي انا شويه ديال اللوفه وغنقد ان شاء الله. دابا اللي غادي نديرو غادي نحيدو هاد الخلف وهاد الربوعه، ياك هما اللي غادي نفصلو. هاد الربوعه دابا اللي غادي نفصلو، ودائما تنراقبو التركيز ديالنا.
بحال هكا خص دائما تبقى 3 سنتيم من القدام. هذا بقات فيه غير تقريبا 2 فاصله شي حاجه اللي بقات فيه، لان داك الطرف ديال الخلف كبير على هذا. هذا باش غادي ندير لكم هذا، باش بالنسبه للبنات اللي ما تيقولوا لي ما تتقاد لينا سميتو، غادي نقاد 26 اللي كندير في التقويره ديال الامام بحال هكا. 26 هي هذه، 26 هي هذه. كنجيب المسطره ديالي حتى لهنا، نحاول بحال هكا حتى نجيبها مايله بحال هكا كما كتشوفوا معايا. شفتوها بحال هكا، خصها تجي مايله، ما تكونش بوينتيه من هنايا. كنطراسيو على هاد المسطره ديالنا بالبيستولي وكنمشيو بحال هكا. سمحوا لي على الصداع. كنجيبوه دائري من هنا باش الا كاينه البنده ما تبانش لينا. وزيدو غادي نديرو السنسله، هذيك 26 فين غتوصل لينا السنسله الا درناها. غنديرو البنده وغنديرو السنسله، ما غاديش تكون غير بنده بوحدها. غنوريكم دابا كيفاش غادي تكون وشوفوا معايا. دابا البلاصه اللي كتبان لينا هي هذه، هي هذه. غادي تخيط هنا، وهنايا اللي كتشوفوا معايا غادي تكون البنده هنا، والسنسله ديالنا غادي توصل على حد تقريبا على حد السنسله ديالنا على حد 24 سنتيم. دابا اللي بقى لينا البنات غادي نفصلوا الكوماند ديالنا. الكوماند ديالنا غادي نفصلوه من هذا. الناس غادي نفصلوا الكوماند ديالنا، الكوماند ديالنا غنفصلوه من هذا، غنجمع مع هذا. عندها 54، غادي ندير غير 50 تقريبا، لان غنزيدو بنده من هذا. غنديرو الحاشيه مع الحاشيه كما كتشوفوا معايا، والوجه ديال هذا هو هذا، وحتى الوجه ديال هذا كاين هنا. نحاول ندير الجنب ديال الثوب باش ما نديرو بالتنكيس. بحال هكا، وغادي نعبر ديك ان عندها اللي بغى كبار شويه، غادي ندير الكم يكون عريض، والتركيز حتى هو غادي يكون رشتوه معايا. غادي ندير في هذا 30 سنتيم بالخياطه بالفصاله بكلشي 30 سنتيم، وغنقطع القياس ديال الكم ديالي بحال هكا. غنقطع القياس ديال الكم ديالي ونرجع معكم. الكمام ديالي البنات عزلتهم دابا، هما هادو، غير ما بغيتش الفيديو طول، حيت غير داك فاش كنت كنطوي الثوب. دابا الطول ديال الكم ديالنا غنطراسيو هنايا كما كتشوفوا معايا. عندنا كما قلنا 54، لان السيده قصيره كمامها قصر شويه. عندنا الحد ديال التحتاني هو هذا. عندنا 54، غادي نزيدو البنده فيها تقريبا 6 ديال السنتيم. غادي نهبط هنايا ب 16 سنتيم، ما حسبتش هاد الفوقاني، وغنهبط هنايا ب 16 سنتيم اللي هو هذا. كما قلت لكم غادير 30 هي كاينه هنا. ثم لكم غادي ندير معاه البنده ديالو، غادي نديرها قبل ما نفصل البنده. البنات قطعت غير قطعت البنده، ما بغيتش نطول الفيديو. هذا قطعت هنايا فيه 22 سنتيم، 44 مقسومه على 2 عطاتني 22 تقريبا. غادي نطوي، درت فيه جوج بندات، غادي نطويهم على جوج وغنحطهم مع هذا نيشان فهمتوا. وعاد غادي نعبر فم الكم هنايا ديالي، غادي تكون فيه غير 20 سنتيم اللي هي هذه، وغادي سنتيم بالخياطه اللي هو هذا. وهنا كنطلع واحد على واحد على وديت الخياطه. هنا فين غادي ندخلو في التركيز ديال في التقويره ديال التركيز ديالنا، هنا غادي نطراسيو من هنا اللي فم الكم عفوا وغادي نمشي نيشان حتى تحت الباط. هنا غندخل بجوج سنتيم، غنمشي بطريقه دائريه. بعض المرات راه كندير معكم القاعده ديالكم، والقاعده ديالكم راه كاينه عندي في القناه، اللي مع القاعده ديالكم كاينه عندي في القناه، وكاينه في بزاف ديال لي فيديو. غير ما تنبغيش الا خفت الفيديو جي طول ما تنبغيش ندير القاعده باش ما نجي نعاود الهضره ديالي دائما. هنا راه خليتو عريض لان السيده عامره شويه. هنا كندخل بجوج سنتيم، كنمشي بطريقه دائريه. هاد الموديل تيجي زوين، وهو اللي بزاف داير طوندونس في التواصل الاجتماعي. طلبتو لي هاد السيده، قلت علاش ما نحطو ليكم، لا على واسه تبغيو.
نتوما ها هي الخياطه، ها هي 54 سنتيم ديال الكم ديالنا. وهاد التقويره دائما انا تنكبر التقويره على التقويره ديال التركيز على سميتو على اللبسه بحال هكا، نتوما بحال هكا. وهذا الشيء اللي تيبان لكم كلشي كنشربوه في التركيز ديالنا. دابا اللي بقى لينا، بقات لينا الباندا هي هذه ديال البنات. الطريف ديال الباندا نقول لكم شحال فيه 20 سنتيم تقريبا، كنطويها على جوج. انا غادي تكون السلسله ما بغيتش ندير الباندا عريضه، غادي نديرها غير صغيره، غادي نقسمها بحال هكا على جوج. دابا هذه هي اللي غادي نديرو في ام الكم ديالنا، في ام العبايه ديالنا فين غتكون السلسله. هنا فاش غادي نديروها اللي هو هذا، هذه بغيت نخدمها معكم لان واحد الخطره خدمت واحد العبايه ما وريتهاش لكم مع السلسله. غادي نديرو هاد الباندا هنايا، هي الاولى هنايا، عاد غادي نركبو السلسله. وهذه هي العبايه ديالنا في الصاله ديالها، غادي نحط لكم في الصاله ديال العبايه، ومن بعد غنحط لكم الخيطه ديالها ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وكنتمنى نكون خفيفه عليكم ما برزتكم. شكرا لكم، الى لقاء فيديو اخر ان شاء الله. وما تنسونيش في الريكه اللي جات على خاطركم، وفي تعليق زويني.